دعونا نعمل على بعض المسائل باستخدام معرفتنا الجديدة المكتسبة عن المثلثات المتساوية الساقين والأضلاع. فلدي هنا نوعا ما مثلث بداخل مثلث، ونريد أن نجد هذه الزاوية البرتقالية هنا وهذه الزاوية الزرقاء هنا، ونحن نعلم أن الضلع AB أو المقطع AB يساوي المقطع BC وهو يساوي المقطع CD، ونستطيع تسميته أيضا DC. إذا أولا نرى أن المثلث ABC متساوي الساقين، ولأنه متساوي الساقين فإن زاويتي القاعدة سوف تكونان متطابقتان، هذا الساق الأول وهذا الساق الآخر هنا، بالتالي فإن زاويتي القاعدة سوف تكونان متطابقتان، بالتالي نعلم أن هذه الزاوية هنا أيضا هي أيضا 31 درجة. حسنا، إذا كنا نعرف زاويتين من المثلث نستطيع دائما إيجاد الثالثة، حيث مجموعهما يجب أن يكون 180 درجة. إذا نستطيع أن نقول 31 درجة زائد 31 درجة زائد قياس الزاوية ABC يساوي 180 درجة. تستطيع طرح 62، هذه هنا 62 درجة، تطرح 62 من الجانبين وتحصل على قياس الزاوية ABC يساوي، لنرى 180 ناقص 60 يساوي 120، وتطرح 2 منها فنحصل على 118 درجة. إذن هذه الزاوية هنا هي 118 درجة. 118 درجة، دعوني فقط أكتبها هكذا. حسنا، هذه 118 درجة. حسنا، هذه الزاوية هنا، هذه الزاوية هنا هي مكملة ل 118 درجة. إذا هذه الزاوية زائد 118 سوف تساوي 180، ونحن نعلم أنها 62 درجة. 62 زائد 118 هي 180، فهذه الزاوية هنا 62 درجة. الآن هذه الزاوية هي إحدى زوايا القاعدة للمثلث BCD، لم أرسمها بهذه الطريقة لكن هذا الضلع وهذا الضلع متطابقان، BC له نفس طول CD، هؤلاء ساقان المثلث متساوي الساقين، يمكن أن تتخيله مقلوب رأسا على عقب، هذا هو الرأس، هذه إحدى زوايا القاعدة وهذه زاوية القاعدة الأخرى. حسنا، زاويتي القاعدة سوف تكونان متطابقتين، فهذه سوف تكون 62 درجة أيضا. وأخيرا، إذا أردت إيجاد هذه الزاوية الزرقاء، الزاوية الزرقاء زائد 62 درجة، سوف يكون مجموعهما 180 درجة. إذا لدينا 62 زائد 62 زائد الزاوية الزرقاء، وهو قياس الزاوية BCD، قياس الزاوية BCD سوف يكون مساوي ل 180 درجة. هذان الشيئان، لنرى 62 زائد 62 يساوي 124، نطرح 124 من الجانبين فتحصل على قياس الزاوية BCD يساوي، BCD يساوي، لنرى إذا طرحت 120 تحصل على 60، ثم يجب أن تطرح 4 فتحصل على 56، فهذه تساوي 56 درجة. 56 درجة، لقد انتهينا. الآن يمكننا عمل إحدى هؤلاء، دعونا نعمل هذه هنا. إذا ما هو قياس الزاوية ABE؟ هم حتى لم يرسموا المقطع BE هنا، دعوني أرسم ذلك. إذا علينا إيجاد قياس الزاوية ABE، لدينا حزمة من المقاطع المتطابقة هنا، وبشكل خاص نرى أن المثلث ABD كل أضلاعه متساوية، فهو مثلث متساوي الأضلاع،
مما يعني أيضا أن كل الزوايا متساوية، وإذا كانت كل زوايا المثلث متساوية فيجب أن تكون كل منها 60 درجة، كلها يجب أن تكون 60 درجة، بالتالي كل هذه الأشياء يجب أن تكون 60 درجة. حسنا، هذا جزء من المثلث ABE، لكن علينا إيجاد الجزء الآخر هنا، ولعمل ذلك يمكننا ملاحظة أننا نتعامل مع مثلث متساوي الساقين نوعا ما يميل أكثر إلى اليسار، فهذه هي زاوية الرأس، هذه إحدى زوايا القاعدة، هذه زاوية القاعدة الأخرى، وزاوية الرأس هنا 90 درجة، ومرة أخرى نعلم أنه متساوي الساقين، وذلك لأن هذا الضلع المقطع BD يساوي المقطع DE، ومرة أخرى هاتان الزاويتان زائد هذه الزاوية هنا يجب أن يكون مجموعها 180 درجة. نسمي هذه X، نسمي هذه X، إذا 90 زائد X زائد X يساوي 180 درجة. إذا لديك 2X زائد، دعوني أكتبها، لا أريد القفز على الخطوات هنا، لدينا 90 زائد X زائد X يساوي 180 درجة، X زائد X يساوي 2X زائد 90 ويساوي 180، ثم نطرح 90 من الجانبين فنحصل على 2X يساوي 90، نقسم الطرفين على 2 نحصل على X تساوي 45 درجة، ولقد انتهينا، وذلك لأن الزاوية ABE سوف تساوي 60 درجة زائد 45 درجة، بالتالي ستكون كل هذه الزاوية وهي ما تعنينا، الزاوية ABE تساوي 60 زائد 45 وهي 105 درجة. والآن لدينا هذه المسألة الأخيرة هنا، هذه تبدو أبسط قليلا، لدي مثلث متساوي الساقين، هذه الساق تساوي هذه الساق، هذه زاوية الرأس وعلينا أن نجد بي، والخدعة هنا انتظر، كيف أجد ضلع المثلث؟ إذا كنت أعلم فقط ضلع واحد أنا بحاجة لمعرفة الضلعين الآخرين، وسوف نقوم بعمل نفس الشيء الذي عملناه في الجزء الثاني لهذه المسألة. إذا كان هذا مثلث متساوي الساقين وهذا ما نعرفه، فإن هذه الزاوية سوف تساوي هذه الزاوية هنا، بالتالي إذا سمينا هذه X فالأخرى هي X أيضا، نحصل على X زائد X زائد 36 زائد 36 يساوي 180، عندما نجمع X مع X نحصل على 2X، لا أريد أن أقفز على الخطوات هنا، 2X زائد 36 يساوي 180، نطرح 36 من الجانبين نحصل على 2X، هذه الاثنان تبدو مضحكة، نحصل على 2X تساوي 180 ناقص 30 تساوي 150، ثم يجب أن تطرح 6 من 150 فتحصل على 144، هل هذا صحيح؟ إذا 180 ناقص 30 يساوي 150، نعم 144، نقسم الجانبين على 2 فنحصل على X تساوي 72 درجة، إذا هذه تساوي 72 درجة، وانتهينا.